أقام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة ندوة حوارية حول أهمية امتلاك بطاقة الناخب التي اعتبرت مستمسكا رسميا يتيح للناخب الإدلاء بصوته يوم إجراء الانتخابات البرلمانية، فضلا عن شرح آلية الانتخابات والإجراءات المتبعة. يقيم مكتب انتخابات البصرة ندوة حول أهمية امتلاك بطاقة الناخب كونها مستمسك رسمي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته وتضمن حقه بالمشاركة في الانتخابات. وكذلك تم التطرق إلى الإجراءات المتبعة في يوم الانتخابات وأنواع التصويت وأنواع بطاقة الناخب، وكذلك الإجراءات المتبعة في إعلان النتائج والأجهزة المستخدمة في الانتخابات المقبلة. ورشة عمل اليوم هي ورشة من أجل تثقيف الناس عن العزوف عن الانتخابات واستخدام حقهم في التصويت، ومن أجل الارتقاء بالناس إلى أفضل حال وبيان الفروق ما بين الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية، لأن هناك محاور كان المواطن العادي لا يعرفها ولا يفهمها، لكن حاليا بينت هناك فروق كبيرة، هذه الفروق من خلالها يأخذ الناخب حقه الكامل في التصويت واختيار الجهة المعينة التي يصوت لها. جلسة اليوم مخصصة لتثقيف حول عملية انتخابية تبدأ من الناخب إلى جهاز الإرسال وإلى آخره وإلى نتائج الانتخابات. بالتأكيد المواطن هذه المرة يشهد أكثر صراع على المشهد الانتخابي، خصوصا في هذه الأزمة، قسم عندهم عزوف في الانتخابات وقسم مقبلين على الانتخابات، حابين ينتخبون حابين يشاركون، وأكو عدة مفاجآت، يبقى عنصر مفاجأة هو يحكم الأخ للنهاية. ورشة حوارية حقيقة ناجحة، طلعنا لآخر تحديثات لأجهزة التحقق وأجهزة الاستلام وما هي التحديثات اللي طرأت خلال هذه الفترة، وحقيقة كانت الأمور جيدة بحكم البيانات وطريقة تخزينها وطريقة انتقالها إلى مراكز بغداد والمصادقة والطعون، في حين ظهور النتائج كانت الأمور طيبة أفضل من سابقاتها كونها تفتح اطمئنان للناخب والمرشح أيضا. بالنسبة للانتخابات بالوقت الحاضر يعني ضروري الإنسان كل مواطن عراقي يدعم الانتخابات ويشارك بها، لا يعني خلي فجوة إلى غير جهات تجي تأخذ الأصوات الموجودة عند الانتخابات، فضروري الشخص اللي يحمل بطاقة الناخب أو محدثها عن طريق مراكز الانتخابات يتقدم إلى صناديق الاقتراع للتأديه بصوته للشخص المناسب الذي يراه مناسبا في المكان المناسب.